اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء، بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه؟ هذه مسألة مهمة يحتاج الناس إليها. إذا كان هذا البيت فقراء، لو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم فهل هذا جائز؟ المعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلا عن الدراهم. قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كما يشاء، بخلاف الأموال العينية فإنها قد لا يكون فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص. ولكن هناك طريقة: إذا خفت لو أعطيت الزكاة لهذا البيت صرفوه في غير الحاجات الضرورية، فقل لراعي البيت سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو العم، قل له: عندي زكاة، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لتعمدوني أشتريها لكم وأرسلها لكم؟ فإذا سلك هذه الطريقة كان هذا جائزا، وكانت الزكاة واقعة موقعها.